لا صوت في أم الدنيا يعلو فوق صوت الانتخابات. مصر بتنتخب البلد المأزومة المديونة لطوب الأرض واللي المواطن فيها بيكفي أو بيكمل الشهر بتاعه سلف، والفقراء فيها بيتعشوا عيش حاف، لا سكر ولا زيت ولا رز ولا تعليم ولا صحة ولا أي حاجة، لكن لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات. وفي الوقت اللي حضرتك مشغول في رحلة البحث عن كيلو السكر اللي سعره تجاوز 55 جنيه، أو حتى بتدور على الرز اللي مش موجود، أو بتفكر وبتعمل جمعيات وعمال تدورها يمين شمال إزاي هتجيب لبس لأولادك وإحنا داخلين على رمضان، أو حتى هتجيب تمن الدروس أو تمن الأكل أو تسد دينك أو تكمل حياتك تدفع فواتيرك مية وغاز وكهرباء، كان على صعيد آخر بعض من السادة المسؤولين في البلد بينظموا انتخابات أو مؤتمرات انتخابية بيتصرف عليها ملايين من جيبي وجيبك وجيب الدولة، فلوس اللي استخسروها في الخدمات الأساسية بتدفعها دلوقتي السادة، بتدفعها المحافظات والسادة المسؤولين في البلد من أجل دعم بعض المرشحين أو مرشح بعينه. لحد كلمنا عن برنامج انتخابي، ولا حد كلمنا عن رؤية وخطة استراتيجية، ولا حد بيقول لنا هيحل مشاكل المواطن ازاي. كل دلوقتي شايف ومجمع على ان احنا عندنا انتخابات وانتخابات او عرس انتخابي، وفلان هينجح وفلان جاي يكمل الصورة وفلان جاي عشان يشتغل كومبارس. بالنهاية عندنا انتخابات والحكومة ثابت اللي وراها، والمسؤولين في التنمية المحلية سابوا مشاكل المواطنين، حتى السادة المحافظين. يمكن مثلا محافظة الغربية امبارح سيد محافظ الغربية بيعقد اجتماع أو لقاء بالشباب لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومشيها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومشيها بيني وبينك كده إن الاجتماع ده أو المؤتمر أو القعدة اللي الأول مرة بيفتكر فيها سيادة المحافظ إن عنده 65% من إجمالي عدد سكان محافظة الغربية شباب، المحافظة الأعلى على مستوى الجمهورية في عدد الشباب، من عدد 3,250,000 مواطن 65% من إجمالي محافظة الغربية شباب. امبارح سيادة اللواء أو سيادة الدكتور طارق رحمي جمع شوية من الشباب وقال لك لحثهم على المشاركة في الانتخابات، يعني مش لحثهم على انتخاب فلان بعينه أو دعم فلان بعينه، خصوصا وإن في نفس الوقت اللي كان سيادة المحافظ قاعد مع الشباب كانت الحملة بتاعت المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتطلق مبادرة الأكثر مشاركة في قرى ونجوع الغربية. لو يعني إيه؟ سبحان الله، يعني لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. في الوقت اللي سيادة المحافظ كان بيدعو الشباب إنهم يشاركوا، كانت الحملة بتاعت السيسي بتعمل مسابقة ما بين مراكز وقرى ونجوع محافظة الغربية، اللي هيصوت أكتر هياخد مننا جوائز، ممكن نوصل له المية اللي احنا قاطعينها عنه أو اللي مش عارفين نوصلها له، حل له مشكلة الصرف الصحي، حل له مشكلة الري، حل له مشكلة المدارس أو الوحدة الصحية اللي مش موجودة، دعاية انتخابية أو تقدر تقول رشاوى انتخابية دلوقتي بتوزعها حملة الحاكم بأمره اللي ناجح من قبل ما يترشح واللي أصبح رئيس من قبل ما تقام الانتخابات، حملة عبد الفتاح السيسي في محافظة الغربية. لكن سيادة المحافظ اللي امبارح بيحاول يخالف الدستور ويخالف منصبه الإداري في وزارة التنمية المحلية أو كمحافظ، ويدعو أو يؤيد أو يدعم ويفتح المؤتمرات ويعمل حفلات ودعاية انتخابية لأحد المرشحين، امبارح افتكر ان عنده شباب. سيادة المحافظ اللي امبارح ايضا في نفس الوقت اللي كان قاعد مع الشباب عشان يدعم عبد الفتاح السيسي، كانت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بتقدم طلب احاطة بشأن مخالفات مالية في مراكز الشباب بمحافظة الغربية، وقال لك اختلاس وسرقة ومراكز شباب مش شغالة، ومراكز شباب تحولت لأنشطة تجارية، والسادة المسؤولين في بعض مراكز الشباب بيتربحوا من وراء هذه المراكز، وبعضها بيتم استخدامه في الانتخابات الرئاسية، وبعضها خد الفلوس بتاعة الصيانة وما دفعهاش، وبعضها ما فيهاش نجيل، والبعض ما فيهوش مية، والبعض ما فيهوش صرف صحي. امبارح ده كله كان تحت قبة البرلمان، سيادة المحافظ في نفس الوقت قاعد مع الشباب عشان ينتخبوا أو يشاركوا في الانتخابات، في نفس الوقت حملة السيسي بتطلق وتعمل مسابقة ما بين أهالي محافظة الغربية، اللي هيصوت أكتر هنديله خدمات أكتر، اللي هيجيلنا أكتر هنحلله مشاكل أكتر. أيضا دي مراكز الشباب المنسية في محافظة الغربية،
على سبيل المثال مثلا اهالي ميت غزال يمكن سيادة المحافظ لا سمع عنهم ولا يعرفهم ولا راح لهم. اهالي ميت غزال بيعانوا، دول طبعا تبع مركز الصنطة، بنموت كل يوم من مركز الشباب واستغاثة أطفالنا بدون أذان. عارف لما يتحول مركز الشباب في واحدة من قرى محافظة الغربية لمصدر للأمراض والأوبئة، لأن على مدار السنة الصرف الصحي طافح والمجاري مالية الملعب بتاع مركز الشباب، تعرف إن في مشكلة في المحافظة دي. سيادة المحافظ اللي مشرفنا من 2019 لحد دلوقتي، بنتكلم عن 4 سنين، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لم يغير شيء من واقع المواطن. دلوقتي فاتح مكتبه وعامل مؤتمر من أجل الانتخابات الرئاسية اللي بعد أسبوعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. شوف كمان أيضا يمكن من الحاجات اللي وانت بتقراها أو بتتابعها تشعر بألم وحزن، إن محافظة الغربية المحافظة الأكبر أو تاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية بتطرد ولادها. ليه بتطرد ولادها؟ لأن مراكب الهجرة الشرعية اللي بتطلع من الفيوم وبتطلع من محافظة الغربية، بتطلع كمان من محافظة البحيرة، واللي بتقتل وبتموت ولادنا كل يوم بيجروا ورا حلمهم. سيادة المحافظ اللي جامع الشباب عشان ينتخبوا ما راحش يسأل الشباب دول بيركبوا مراكب الموت ليه؟ سيادة المحافظ ما راحش زار قرية أو مكان زي ميت بدر حلاوة واللي عدد سكانه حوالي 35 ألف مواطن، 35 ألف مواطن، 90% من شباب ميت بدر حلاوة هج وطفش من البلد خلال الكام سنة اللي فاتوا، بعضهم سافر فرنسا والبعض سافر إيطاليا، لأن بلدنا ما فيهاش لقمة عيش. أوعى يغرك شكل الفيلل اللي موجودة في ميت بدر حلاوة، أوعى يغرك شكل البيوت اللي مصروف عليها والناس اللي لابسة هدوم نظيفة، لكن لو نزلت ميت بدر حلاوة مش هتلاقي شاب بيوصل 13-14 سنة بيركب واحد من مراكب الموت عشان يهج ويطفش ويسيب البلد. لسيادة المحافظ وسيادة الرئيس وسيادة المرشح المحتمل والحملات الانتخابية والجماعة بتوع كمل واحنا وراك واحنا معاك. شايف المعاناة في 12 اللي فات، يعني قبل أقل من سنة كان عندنا احتجاز 200 شاب من أبناء الغربية داخل الحدود الليبية، وكلهم مع الأسف كانوا من قرية ميت بدر حلاوة، وكلهم بيسعوا ورا لقمة العيش اللي لا وفرها لهم، اللي لا وفرها سيادة المحافظ ولا وفرتها الحكومة. شوف كده، ده فيديو لبعض أهالي ميت بدر حلاوة هم بيستغيثوا بالحكومة نجدة ولادهم المحتجزين في ليبيا. ده في 2022 كان عندنا احتجاز 66، في 2023 كان عندنا، في 2016 وفاة 60 أيضا من أبناء ميت بدر حلاوة. محافظة الغربية واحدة من المحافظات اللي بتفقد أبنائها كل يوم لا سيما شبابها بسبب مراكب الموت. نتابع هذا الفيديو. والد أحد الشباب المحتجزين في ليبيا، ابن سافر عشان يدور على أكل عيشه في ليبيا، وسافر كان مسافر جايب اللهم صل على سيدنا محمد، مسافر طيران مش مسافر تهريب، وراح هناك قعد شهرين يدور على شغل، فجأة انقطع الاتصال به ومعاه بعض الشباب من أهل القرية، أكثرهم أكثر من 200 واحد من شباب القرية اتجمعوا مع بعض هناك واتمسكوا هناك، وسمعنا ان هم اتقبض عليهم هجره غير شرعيه. فين؟ في طرابلس. نسال عليهم يقول لك هجره غير شرعيه. نزلوا بهم فيديو حضرتك في على صفحه من صفحات القوات الليبيه، ومنزلين فيديو لابنائنا مقبوض عليهم في مكان اسمه الزاويه في طرابلس، هجره غير شرعيه، وصوروهم ونزلوا صورهم ونزلوا فيديوهاتهم. مش كان أولى بسيادة المحافظ طالما عنده وقت يعني وعنده قابلية يجتمع بالشباب ويتكلم، كان أولى بيه بدل ما يدعوهم لانتخاب أو ترشيح السيسي أو غيره بالمناسبة، إنه يقعد مع الشباب يحل مشاكلهم. ليه بتبيع اللي وراك واللي قدامك وتبيع ذهب والدتك وتتدين عشان تركب واحد من مراكب الموت وانت عارف إن نسبة نجاحك أو نجاتك لا تتجاوز 50%؟ ليه بتسافر ليبيا عبر الحدود؟ ليه بتسافر إيطاليا في مركب من مراكب الموت؟ ليه حلمك دلوقتي إنك تسافر وتهج من بلدك رغم إن الحكومة بتعمل لك حياة كريمة
وعندنا واحد مكمل معانا كمان 5 سنين عشان الانجازات اللي عملها، وعندنا استراتيجيه ورؤيه بتاعه 2030، وعندنا 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 وعندنا. ده لان الكلام ده محدش بيصدقه، لا الشباب شايفين ولا المواطن شايف. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، الانجازات صوتها عالي، لا محتاجه حد يكذب ولا محتاجه مؤتمرات انتخابيه تدلس، ولا محتاجه اعلام يغير الحقيقه، ولا محتاجه سياده المحافظ يلم الشباب اللي اول مره يقعد معاهم عشان يقنعهم يشاركوا في الانتخابات. والله العظيم لو في انتخابات او لو في انجازات، الانجازات لوحدها بتتكلم. لو في تغير على الارض، التغير لوحده بيتكلم. لو في تقدم لقدام لوحده بيتكلم. الحاجات دي صوتها عالي، صوتها اعلى من الكذب، صوتها اعلى من النفاق، صوتها اعلى من التضليل، صوتها اعلى من التدليس، لكن مفيش. عشان كده بيلجأوا للحاجات اللي حضراتكم شايفينها. شوف هذا الخبر، تحركات مصرية للإفراج عن 66 مواطن محجوزين في ليبيا، ومعظمهم أيضا من مركز سمنود، لا سيما قرية ميت بدر حلاوة. عارف الحكومة بدل ما تحل مشكلة ميت بدر حلاوة عملت إيه؟ حكومة اللي شاطرة في المؤتمرات وشاطرة في الدعاية، راحت عملت ندوة بميت بدر حلاوة، وقال لك لمواجهة الهجرة الغير شرعية ندوة بميت بدر حلاوة. اللي هو كده ايه يا مسهل، كسبنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما تحل مشاكل الشباب دولت، رايح تعمل ندوة. مين هيسمع لك؟ الناس عايزة تشتغل، شباب عايز يبني بيته، عايز يتجوز، عايز يدفع ديونه، عايز يعيش عيشة كريمة، راح تعمل له ندوة. وكمان الست الوزيرة سابت المكتب المكيف بتاعها ووصلت لمحافظة الغربية لمتابعة مبادرة مراكب النجاة، ده بعد زيادة عدد الوفيات في مراكب الموت في مركز سمنود في محافظة الغربية، تحديدا في مدينة ميت بدر حلاوة. عارفين المحافظ اللي هو الدكتور طارق رحمي؟ وزي ما بنقول كده الجواب بيبان من عنوانه. جه في 2019 وقال لك على مكتب سيادة المحافظ مشاكل الصرف والري والصحة والتعليم، على مكتب سيادة المحافظ مشاكل البنى التحتية ومشكلة الشباب، وخط عريض تحت مشكلة الشباب والهجرة الغير شرعية والشباب اللي بيموتوا كل يوم من أبناء محافظة الغربية. عدت سنة، أول سنة الجواب بان من عنوانه وقال لك المشاكل المزمنة بلا حلول رغم مرور سنة من ولاية سيادته، والسنة جابت السنة، جابت التانية، جابت التالتة، فخرج علينا سيادته قبل كام شهر عشان يقول لنا الحمد لله الحل كان في حياة كريمة، وحياة كريمة هي الحل الأمثل لكافة المشاكل والقرى والنجوع في محافظة الغربية. لا حياة كريمة اتحققت رغم إنفاق 3.5 مليار جنيه مصري على حياة كريمة في محافظة الغربية لحل مشاكل القرى والنجوع والقفور اللي بيقول عليها سيادة المحافظ، ولا وقفت نزيف الموت اللي بيصيب أبناء محافظة الغربية كل يوم، ولا حتى خلي سيادة المحافظ يافي بوعوده أو يفتح مكتبه. لكن لما دخلنا في الانتخابات موسم بقى وكل واحد عايز يرمي بياضه ويقول أنا موجود، سيادة المحافظ فاتح مكتبه بقاله يومين لاستقبال الشباب، لا عشان يسمع مشاكلهم ولا يحل لهم ازماتهم ولا يوفر لهم تعليم وصحه، سيادته فاتح مكتبه بقاله يومين عشان يدعوهم للمشاركه في انتخابات الرئاسه، في الوقت اللي حمله سيادته بتعمل مسابقه ما بين شباب محافظه الغربيه. وانا عايز اقول لك ان الغربيه الاعلى في نسبه الشباب، مع الاسف شبابها كلهم لا مستنيين انتخابات ولا مستنيين يعرفوا مين الرئيس، دول مستنيين مكانهم في مركب من مراكب الموت عشان يهجوا ويسيبوا لكم البلد مخدرة بانتخاباتها، برئيسها، بحياتها الكريمة، باستراتيجيتها، برؤيتها اللي انتوا كرهتوهم في البلد واللي عايشين فيها.